بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالاً للأحاديث التي بدأناها في شرح صحيح البخاري، نلتقي اليوم مع واحد من هذه الأحاديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم. وهذا الحديث في الواقع يوضح لنا عظمة هذا الدين ومكانة المسلمين الأوائل ومنزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يحرصون كل الحرص على التعرف على أمور دينهم. وكانت السنة التاسعة تسمى بعام الوفود بعد أن انتهت الحروب، وكانت السنة التاسعة بدأ الوفود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاد ويأخذون النصيحة والتوجيه والإرشاد لأمور دينهم ودنياهم وأخرى. والحديث الذي معنا جاء فيه واحد من هؤلاء وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ضمام ابن ثعلبة. أرسله قومه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، فلما جاء الرجل وأناخ بعيره، الرواية التي في صحيح البخاري أنه أناخ بعيره في المسجد، يعني دخل المسجد ببعيره وربطه وبدأ يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الرسول وأخذ يسأله الأسئلة التي يحتاجها. العلماء استدلوا من كون البعير دخل به المسجد أن هذا فيه دليل على أن أبوال الإبل وأرواثها، يعني بعر الإبل وبوله، ليس نجسا بل هو طاهر، بدليل أنه دخل بالبعير المسجد. ولا يبعد الأمر أن يتبول البعير في المسجد. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه الرجل دليل على أن ما أصاب المسجد من هذا البعير هو طاهر. لكن في الواقع نازع رواية البخاري روايات أخرى من كتب السنة. الروايات الأخرى تفيد أنه ما دخل بالبعير المسجد، وإنما أناخه خارج المسجد وعقله، يعني ربطه
ثم دخل الرجل بدون البعير ولم يوافقوا على هذه الرواية التي تقول دخل بالبعير المسجد. وعندما دخل سأل قال أيكم محمد؟ كونه يسأل معناه أنه لم يحدد مكانه ولا معرفة شخصه فهو يسأل، وهذا يفيد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتخذ مسجدا مكانا في المسجد أو في غيره خاصا، بل كان يسوي بين نفسه وبين سائر الصحابة. قال لهم أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، ولا مانع أن يتكئ بين صحابته لما بينهم من الألفة والود، ولم يكن أبيض بياضا خالصا، وإنما وجهه جاء وصفه مرة أخرى الأبيض الأمغر، يعني الوجه أبيض مشرب بحمرة. فذهب اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ابن عبد المطلب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، وناداه بوصف جده وقال له ابن عبد المطلب، ولم يناديه يا رسول الله أو يا محمد أو نحو ذلك. على عادة الأعراب يكون فيهم شيء من الجفاء. ثم قال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، يعني سأسألك أسئلة مشددة فلا تجد علي من الموجدة التي هي الغضب، يعني لا تغضب علي، وتجد أيضا ممكن تكون من الوجد وهو الحزن، ومن الوجدان للشيء الذي وجدناه ضالا، يعني كلمة وجد فيها اشتقاقات كثيرة في اللغة. فقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. قال سل. قال أسألك وأنشدك بالله، هل بعثك الله رسولا للناس كافة كما يزعم من قال لنا؟ قال اللهم نعم. ثم سأل سؤالا ثانيا وقال الله أمرك بأن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن نصوم الشهر من كل عام؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن تجمع من أغنيائنا
صدقة توزعها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فبعد أن أخذ الرجل الإجابة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وعاد الرجل وخرج ليبلغ قومه الذين بعثوا. فلما انتهى من الأسئلة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: سأفعل ما أمرتني به وسأنتهي عما نهيتني عنه ولن أزيد ولن أنقص. فلما ذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو الغديرتين يدخل الجنة. ذو الغديرتين لأن ضمام بن ثعلبة كانت له غديرتان، يعني الشعر كانت من عاداتهم قديما أن يتركوا شعرهم يطول، فكان له غديرتان من الشعر يعني. قال: إن يصدق ذو الغديرتين يدخل الجنة، يفعل ما أمرته به وينتهي عما نهيته. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أنه سأله وقال له: أنشدك بالله، هل بعثك الله للناس كافة؟ قال: نعم. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال ونصبها وجعل فيها ما فيها؟ قال: الله. فدخل الرجل وشهد الشهادتين ورجع إلى قومه يبلغهم ما حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم والصحابة: ما علمنا بوافد كان أفضل وأعظم بركة من ضمام بن ثعلبة، لأنه لما رجع إلى قومه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها ما انتهت الليلة حتى آمنوا جميعا ودخلوا الإسلام. وهذا يوضح لنا ما كان عليه الصحابة من حرص على تعاليم الإسلام، ويبين لنا أيضا بأن هذه الأمور التي سأل عنها ضمام بن ثعلبة تمثل عصب الإسلام. الرجل في رواية الإمام مسلم استدل بالخلق على الخالق وبكتاب الكون المفتوح على وحدانية الله. ففي رواية الإمام مسلم قال: أنشدك بالله، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، الله أمرك بكذا وكذا. أولا سأل عنه بأن الله أرسله، واستدل بأسئلته عن خلق السماء والأرض والجبال والكون على
أن لكل مخلوق خالقا وهو الله. وهذا يفحم المجادلين والمعارضين ويوضح أن هذا الكون بما فيه من مخلوقات يحمل أكبر الدلالات على أن له إلها خلق فسوى. يقول بعض الباحثين: قدر في ذهنك أن قال لك قائل إن قصرا منيفا أقيم على ربوة وليس بجواره دار ولا منافق نار، وقال محدثك إن صخور الجبال تناثرت من ذاتها وكونت هذا المبنى، وإن جذوع الأشجار تشققت من ذاتها وكونت الأرائك والنوافذ والأبواب، وإن الثريات والمصابيح تعلقت من ذاتها في سقف القصر، تكون الإجابة فورا: لا يمكن أن يتم هذا، لأن لكل صنعة صانعة ولكل مخلوق خالق. فإذا كنت تستبعد أن يقوم قصر دون أن يكون وراءه أيدي عاملة ورجال نجارة وكهرباء، وتقول لا يمكن أن يتم هذا، ما بالك بقصر؟ الأرض قراره، والسماء سقفه، والشمس والقمر والنجوم مصابيحه. ألا يدل هذا في عقل عاقل على إله خلق فسوى وقدر فهدى؟ فكتاب الكون المفتوح ومخلوقات الله سبحانه تدل على وجوده ووحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو ما احتواه هذا الحديث. وأعود لأقرأ عليكم النص من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. ونحن قلنا هذه رواية صحيح البخاري، لكن هناك روايات أخرى تفيد أنه أناخه خارج المسجد ثم دخل المسجد ثم عقله، يعني ثم ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ هذا الأسلوب من الجفاء في الأعراب، ولم يكن الرسول ليرد على الرجل أو ليرحب به، لأنه لم يناديه بما أمر الله تعالى به حين قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، يعني في وسط أصحابه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. على طول كده نسبه إلى جده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل:
للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ يعني يقسم عليه بالله أنه أرسله إلى الناس جميعا، رسالة الرسول عامة للإنس والجن والأحمر والأبيض. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. طبعا ما ذكرش هنا الحج، قيل لأنه لم يكن الراوي يذكره أو لم يكن فرض، لكن هو الحج في الواقع كان قد فرض. وذكرت رواية الإمام مسلم أنه سأله عن الحج. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. طبعا الذين استدلوا بدخول بهذه الرواية على أن أبوال الإبل وأرواسها طاهرة وليست نجسة عورض بروايات أخرى تفيد أنه عقله خارج المسجد ثم دخل المسجد. ولذلك هنا آراء للمذاهب الفقهية، منهم من يقول هي طاهرة ومنهم من يقول إنها نجسة. هذا الأبيض المتكئ في جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم التكبر لقوله بين ظهرانيهم، كانوا يحيطون به صلى الله عليه وسلم من الجانبين. وقول الأبيض المتكئ المراد من البياض هنا هو النير المشرق الزاهر. وفي رواية: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هو الأمغر المرتفق. والأمغر هو الذي في وجهه حمرة مع بياض صافٍ. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشرق الوجه أبيض مشرب بحمرة، كان جميلا في خلقته وفي خلقه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مكرما من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. معنى كلمة لا تجد يعني لا تغضب، سأسألك أسئلة مشددة. فلا تغضب علي، كلمة لا تجد قال لك وجد عليه موجدة. علماء اللغة العربية يقولون هذا في الغضب، ووجد مطلوبه وجودا، ووجد ضالته وجدانا. يعني
لقي الشيء الذي كان ضاع أو تاه منه، ده اشتقاق. واشتقاق آخر، ووجد في الحزن وجدا، عنده شوق ووجد لأحبابه، ووجد في المال جدا، أي استغنى. فلان وجد في المال يعني استغنى وأصبح ذا مال كثير. فهذه خمسة مصادر من مادة وجد متحدة في الماضي، يعني كلها في الماضي، وجد وجد وجد، وفي كل مرة مختلف. هنا وجد من الموجدة وهي الغضب، لا تغضب، أو وجدانا لشيء ضاع ثم لقياه الإنسان، أو وجدا يعني شوقا. قال له سل عما بدا لك. كلمة أنشدك بالله أي أسألك بالله. كان ضمام قد جاء سنة 9 وصادف مجيئه وسؤاله هوى في نفوس المسلمين، لأنهم كانوا نهوا عن السؤال، فكان يعجبهم أن يأتي الواحد ويسأل، وخاصة حين يكون رجلا عاقلا فاهما، وهم يستمعون فيستفيدون. أسئلة الرجل اشتملت على السؤال عن عموم رسالته، وذلك في قوله الله أرسلك إلى الناس كلهم، ثم عن الصلوات الخمس، ثم الزكاة، وفي رواية المسلم سؤال عن الحج، وفيها ما يدل على حسن سؤاله وترتيبه ومنطقه وعقله، حيث سأل أولا عن صانع المخلوقات وخالق المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع. فكان أسئلة مرتبة فاهمة. سأل عن عموم رسالته، مجرد أن قال له اللهم نعم صدق الرجل بأن الرسول مرسل إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعالمية رسالتي تشمل الزمان والمكان وتستمر إلى أن تقوم الساعة. ثم قال له كما في رواية مسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء ومن خلق الأرض ومن نصب الجبال؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذه الإجابة. وهذه أجوبة احتوت أدلة كونية شاهدة بوجود الله وحدانيته وقدرته وعظمته وأنه الخالق، وهي أدلة واضحة وضوح الشمس، يمكن لكل من انحرف أن يهتدي بالمخلوقات على وجود الخالق كما اهتدى هذا الرجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لماذا قال الرجل أيكم محمد؟ قيل إنه لم يقل الرسول أيكم الرسول، الرسول لم يقل له نعم، لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. الإمام الحافظ ابن حجر يقول له عذره،
أنه قدم مسلما لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب. كان الرجل صوت حق ونداء صدق إلى التعرف على أمور هذا الدين والرجوع إلى قومه ليخبرهم بما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ما الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ نستنبط من الحديث أولا دليل على قبول خبر الواحد. جماعة اللي درسوا علم الحديث يعرفوا إن الحديث منه متواتر ومنه أحاد. المتواتر ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤه مع الكذب أو صدوره منهم اتفاقا، والأحاد ما لم يكن كذلك. رواه واحد اثنين ثلاثة لم يبلغوا عدد المتواتر. يروي الحديث شخص واحد فقط ويعملون بعمل خبر الواحد ما دام صادقا لم يكذبوا. واستدل العلماء بهذا على أن خبر الآحاد إذا كان صحيحا يعمل به ويكون حجة في إثبات الأحكام. والدليل أن ضمام كان وحده سأل وأخذ أمور الإسلام وبلغها قومه وأرشدهم، فما مضت الليلة حتى آمنوا جميعا ودخلوا في الإسلام. يستنبط أن المقلدين مؤمنون ويكتفى منهم باعتقاد الحق. في جماعة لم يتثقفوا ولم يتعلموا ولم يجلسوا في مجالس العلم. في جماعة أميين يقلدون غيرهم، عبادتهم صحيحة ما داموا يقلدونهم في الحق والعبادة. عظم تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم يستنبط من هذا الحديث التواضع العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه فتح صدره وقلبه للرجل وأجابه عن كل ما سأل ولم يغضب عليه. جواز أن يعرف الإنسان ببعض صفاته الخلقية. يعني نعرف واحد نقول فلان الأبيض أو الأسود أو أبيض مشرب بحمرة كما وصف الرسول، لا مانع للتمييز. الاستحلاف على الخبر للوصول إلى يقين العلم. نستنبط هذا من قوله أنشدك بالله، الله أمرك. فاستدلوا بهذا على جواز الاستحلاف، نطلب منه الحلف. جواز النسبة إلى الأجداد، ممكن ينسب واحد إلى جده كما كان من ضمام قال له ابن عبد المطلب. الرسول هو ابن عبد الله، ابن عبد المطلب ده جده، فيصح أيضا. طلب الإسناد العالي. يستنبط من هذا الحديث استحباب طلب الإسناد العالي في الحديث. ما معنى الإسناد العالي؟ قالك في إسناد عالي قريب من الرسول، في إسناد نازل بينه وبين الرسول 3 4 5 6 بعيد. الإسناد العالي خده من فم الرسول مباشرة وسأله دون أن يسأل سواه. استدل العلماء بهذا الحديث على القراءة على العالم والمحدث. يعني يصح أن أجيزك في العلم بالعرض و
القراءة علي، ليس بلازم أن أقرأ عليك الكتاب مثلا، لو قرأته أنت أو ذكرت شيئا ووافقك الشيخ أو العالم فهذا صحيح. استدلوا لأن ضمام كان يعلم أن الله واحد وأن الرسول مرسل إلى الناس عامة وأنه مكلف أن يبلغ الأمة بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ومع هذا كان يذكرها للرسول فيوافقه، فهذا اسمه في علم الحديث العرض. تأكيد الدعوة إلى دعائم الإسلام وهي الإيمان والشهادتان، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وبالله التوفيق. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مجالسنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وفي كل مجلس علم وفي كل عبادة لا ننسى أشقاءنا في الأرض المقدسة الذين يعذبون صباح مساء ويسبحون ويقتلون، أن ندعو الله أن يكون معهم. اللهم أنقذهم، اللهم رد أعداءهم إلى نحورهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين. صلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة